لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. صلة بين العبد وربه، فيها راحة وطمأنينة للإنسان، من خلالها تنتظم الحياة وتستقر النفوس. ايش الولد؟ شكله متزوج أرنب. أسد أسد أسد. أنت عارف الأسد هذا كم قيمته؟ قيمته 1000 ريال. 1000 ريال؟ أيوه 1000. يا أبويا في بثوث ينزل فيها الدعم فوق 100,000. طيب الفلوس هذه تروح لمين؟ تقريبا 30% تروح لصاحب الحساب. تدري كم يطلع في الشهر؟ من 70 إلى 80 ألف ريال. وين دنو؟ اللي سمع عن دنو يا أخي إيش جوكم يا أخي؟ والله قروشة كل بذكت من دنو. أمي تخلت اللي عنده جد يرحم أمكم، لا تكتبون شيء. دام الجدول كذا يا إخوان، نبي نتنكس ونبي نروق ونبغى لنا قستات ندخل السكور بذنيها. بسم الله خلينا نشوف لنا قست. يا عيال سلطان ذا عرفه. أنت تعرفه؟ كاذب، هذا مشهور. وإذا مشهور يعني ما يتعرف على أحد؟ بعدين انا اعرفه من زمان. طيب وشلون تعرفه ومن متى اصلا؟ دارس معي بثالث ورابع مدرسه ابي فراس الحمداني. حتى اسال اسئله. قل له تعرف عامر؟ قل له عامر علي. ان شاء الله انكم بخير يا رب. ارحبي ارحبي منوره منوره يا نوره. لو يعرف قالك هلا بخويي عامر. قوم يا واد، مسوي تعرف مشاهير؟ والله انك صادق يا شكوش. والله خويي يا عيال. ايه مصدقينك مصدقينك، لا تصيح. خلنا نتابع البث بس. أقول جو التسليك ذا ما يمشي معي. أنا أوريكم إذا ما أثبت لكم إن خويي ما أكون عامل. أعطوه جو يا عيال. إذا أعطينا جوه بكرة أقول ميسي صديقي. تعال يا الحبيب نبي سناب رونالدو. أنا شفت واحدة وشفت التانية، بس شفت كمنا أنا قلبي ده دو دا دو دا دو دا. هلا والله ربي جابك يا اخوي. تراكم اشغلتوا امي، كل شوي اريد ارتبط اريد ارتبط. يا اخي ربطوك بجدار انت وياه، جاي ترتبط في بثي. بثي كله مشاكل، انا جوي جو تستس، جوي جو المشاكل. تعال هنا انبسط بالمشاكل. اهو فهد، الله يعز ارضك يا فهد. يا مال العافيه تكفوني الربع. والله يا فهد اني كل ما افتح بث ما يفوزني ولا يقفل ملفات الا فهد. يا مال العز تكفون ضيفه فهد تكفون. الحمام على 100 ريال، أشحل لك صديق الطفولة ولا أفلل فيها الموتر؟ تبون ندخل قسط يا إخوان؟ خل نجيب لنا قسط نقفل ملفه ونمشي. نبغانك كذا قسط مهايطي شايف نفسه. سلامات. وذا اللي قاعد يشحل لك من اليوم ويرسل لك ورود أبوك التطنيش. وصلت يا اخوان سارة، الله يعز ارضك، منورة منورة يا المحزم، والله منورة. هذه سارة يا اخوان تكفون ضيفوها، اللي ما يضيف سارة يشيل اضافة مني. سارة المحزم حقي، الله يعز ارضك يا سارة. تعالي قس تعالي قس داخلي، هذه الناس اللي تستاهل قس داخلي ولا بلاش. تعالي تعالي. ام عاد 4 سود كم ذي؟ اوف اوف اوف، حول 5000. من وين اجيب لذا؟
20,000 ريال 20,000 ريال 20,000 ريال ولا ندور نظيف؟ أحد عنده زود؟ أحد عنده زود؟ 20,000 ريال 20,000 ريال 20,000 ريال سيارة نظيفة رايجين 20,000 ريال 20,000 ريال أحد عنده زود؟ 21,000 ريال 21,000 ريال مكينة غير نظيف مفحوص مجدد 21,000 21 أحد عنده زود؟ 25,000 25,000 ريال 25,000 رأيها 25 كم فيها سدي؟ اي كابتن طاطاط ايش عندك مجمعنا شو السالفة؟ أقول لا يكثر تعالوا حولي بس يا عيال الحين موعد بث صديق الطفولة سلطان لسه تقول صديق سلطان ايه تبي تسكت ولا أطردك برا مسا مسا على الناس الكويسة كيف حالكم يا جماعة عساكم طيبين نبغى لنا جدول اليوم نبغى جداول ما توقف نبغى لنا قست ناخذ لنا قست جايك مجلع صديق الطفولة الحين رجال ما يعرفك انت شو وضعك انت تبي تنكد علي يعني خلاص يا اخي لا تصير ورع عز الله يعزك عز من هو ذا عامر الله يعز ارضك يا عامر الله ضيفوه يا الربع ضيفوه داعم جديد مكتسح الساحه ضيفوه ضيفوه ما قال صديق عامر لا يا شيخ مسوي تحجر الحين تشوف وهذه أحلى إضافة لك يا عامر أبشر بساعدك تستاهل كل خير والله أنك وافي وما تقصر مع الجميع تكفون يا الربع ضيفوا عامر ضيفوا عامر تستاهل تستاهل القسط يا عامر تستاهل هلا هلا بعامر هلا بالمحزم هلا بالمطلوخ هلا والله بصديق سلطان عرفتني لا والله ما عرفتك هدوا لا تفضحوني أما عاد ما عرفتني أنا خويك عامر دارس أنا وياك بالابتدائي مدارس أبي فراس الحمداني أنا دارس في مدارس العليا مدارس عالمية أقول لا تهايط بس تذكر يوم أبوك يدخل الفصل ويجلدك علشان زارف منه 10 ريال تعال 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 تذكر المصري مصطفى يوم يسطرك وأفزع معك بالطلعة يا ورع بعدين تعال الحين ليش دائما تبث بالسيارة مطرود من بيتكم ومعامل معاملة السيارة غرفة النوم الحين داعمني بأسد ومسوي زحمة عشان تيجي تقول هالكلمتين سلكوا له يا اخوان بالله سلكوا اضحكوا له اضحكوا له في الكومنت والله ما الظريف الا انت واشكالك يا المتميلح ترى يا عيال كان دب ومسوي تكميم اي ترك زودتها عاد لا تقعد تستظرف علينا هنا مسوي فيها فلة اقول انقلع انقلع بس بنجيب قسط غيره يا اخوان خليه ينقلع ذا اوف زبن يا عيال بس تبي الجد يا عامر يا انك حاشرتك قدام المتابعين حاشر عفا عليك بس ولو زودها شوي كبيت العشاء بس صرفك ترى ما يعرفك شلون صرفني يا ورع اصلا حتى انا ما بيعرفه ولا بيعرف التوك توك ولا بيعرف اي شيء من قال بلاي ستيشن عيال انا يا صديق سلطان صديق سلطان تعال الحين اوريك انت وسلطان امشي بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات عامر مقطع طقطقتك على سلطان واصل اكسبلور في التيك توك والله ودعست يا عامر يا حظك أم عاد اي والله اوف 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 كفو يا عامر هلا والله بالتوك توك البطل هلا والله بالعيال هذا اول بث لي كفو كفو اللي يرسل ورد يا عيال لا تكثرون ترى يغمى علي ما اعرف اول مره اشوف ذا الورد شو يقول ذا يا عيال انا ما كنت بفضحه بس هو كذا نشبه يستاهل يستاهل خلوه لا ترسلون ورد يا عيال لا ترسلون ورد بكره تطفرون تروحون تبيعون مواتركم اي انا ماني مسؤول اذا رحت المعارض وبعت موترك ب 25 اوكي اوف 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 هلا والله من هذي نوره لبى قلبه يا نوره برج كفو والله يا نوره يا عيال لا تخسرون نفسكم نورة
انا داري انك ما تقصرين، بس لا ترسلين برج. اوف اوف، هلا بالعيال، هلا بالورود يا عيال. نبي قست، شوفونا احد. هذا منو ذا؟ وش ذا؟ هم شط شعره بعد. هلا مشاري. هلا والله. هلا بك زود، اخبار علوم؟ والله بشرك الحمد لله. خش تحدي، انا ما ادخل مع بزارين. ليش خايف؟ اما عاد اخاف منك. انا ما اخاف من اطلق شنب يا ورع، ها ادبك البرنامج. شفت الخيل ذا المجلعد؟ اخليه يدخل عندك. اذا انت فيك خير فز علي. طيب تبي تلعب؟ يلا اقبل اقبل. طيب الدعمين يرحم امكم لا يفوز علينا يا اخي. اقول لا تهايط بس، ها الحين بتشوف بعينك. يلا عيال شدوا شدوا، جيش المكبسين. تكبيس يا عيال، ها تكبيس. ما نبي يفوز علينا ذا. منو ذا؟ ابو احمد. كوفي ابو احمد. عز الله يعزك يا شيخ. الدعمين يا اخي وينكم؟ ولا بس اذا بثيت مع دنو تجون؟ يلا عيال. ها شفت، انت قلتها بنفسك، يجونك علشان البنات انت وشعرك ذا. اما انا داخل بوجهي هنا واسلوبي. يلا عيال شدوا شدوا شدوا. كفو ايه كفو. ابو دخل انت والدعمين نايمين. يلا عيال من عندي كبسوا على الشاشه. 20,000 وينكم؟ ساره الله يعزك يا ساره، اللي عندك الكم ضيف. وساره ايه افوز عليك. القم القم على عينك. ام عاد جحفله. يلا مشاري تمنى شيء؟ ابوي ناديني. سام سام يلا جايك. لا تصرف، ما حد ناداك. الحكم الحكم دائما. ولا اقول لك صن صن يصن راسك. اسمع، الحكم الاول تاكل بيضتين نيه، الحكم الثاني ترقى فوق الدولاب، الحكم الثالث تتروش قدام متابعينك. طيب ينفع بيضه مقليه؟ لا ما ينفع. خلاص خلاص اسكت، ابو راح اجيب واجي. وش تبي بالبيض؟ باكلها. الغدا جاهز. بنقنق لين ما يجي الغدا. جيبها اقليه لك. ما يحتاج ما يحتاج، هباكلها نية. الله يرجك يا ورع، ليتني متروش. بعد قالك التحداني يلقم على عينك. حركات يا عامر، يا انك دعس دعسة في التيك توك. صح عليك. عفا عليك، البرنامج جوه البطل. كم رصيدك الحين؟ شف انا بعت الهلي ب25، والحين عندي من وراء التيك توك 50,000، والجاي اكثر. 50,000 من التيك توك؟ يا ابوي في ناس طلعوا اكثر. وشلون يا ابوي؟ نفتح حسابات وهميه وانت تشحن لنا واحنا نقدم لك الهدايا. اما عاد اشحن لكم، وش الفايده من ذا الخسائر يا ابوي؟ هذا تسويق، لانك جديد في البرنامج عشان يتهيئوا المتابعين ويدرعموا بالدعم. مخ تجاري يا شكش. ترى الحركه ذي في التيك توك ما يعرفوها الا قليل. طيب بكم اشحن لكم؟ تدعم كل واحد 2,000، وانا بدخل لك بيوزر دبل اكس، وانا راح يكون اسمي الشبح الذهبي. وانا اشحن ليا وبدعمك بفيلين وبقره، وراح يكون اسمي القرد الحلو. فيلين وبقره وقرد، ها واضح وين بتودينا. هلا والله بالمتابعين يا عيال، انا داخل اليوم البث وابي اقوى واحد يتحداني. اكتبوا لي من الموجودين. لا يا عيال ما ابي ضعاف. ام سلطان يبث يا عيال، روحوا له قولوا له عامر يبيك الهطف، جيبوه. هلا والله حبيبي خالد، شو اخبارك؟ منور البث والله يا قلبي، وانا احبك اقسم بالله احبك يا قلبي. انت هلا والله بالهطف سلطان. انت للحين بالسياره؟ متى ترقد؟ لا يكون فراشك ورا. بس اقول اسمع، أبدخل أنا وياك تحدي الحين، ها؟ ويا أنا يا أنت بالتوك توك. تعال تعال أعلمك أنا كيف المستوى وأكرهك في البرنامج كله يا ضعيف. إيه سلامات، لا تسوي فيها ذبيب. أقول أقبل بس أقبل. يلا عيال يلا شدوا شدوا، شيروا البث. تكفون عيال. إيه إيه كبسوا كبسوا عيال كبسوا. كفو كفو كفو. من هو ذا يا عيال؟ أوه هذا الشبح الذهبي. كفو يا الشبح الذهبي، اتحداك يا الشبح الذهبي.
ارحب يا خالد، كفو يا المحزم، كفو كفو يا ابو خلود، قفلوا الملف يا عيال. من ذي؟ سارة، كفو يا سارة، كفو. عز الله يعزك يا شيخة، كفو. من هو ذا؟ دبل اكس. عز الله يعزك، ضيفوه يا عيال، ضيفوا دبل اكس وسارة، ضيفوا الداعمين كلهم. ها 10 ثواني يا عيال، 10 ثواني. يلا ايه بدر عليك يا شيخ، انا قايل لك كفو يا عيال، قفلتوا ملفه عشان المره بتهايط. ها تفهم ولا ما تفهم؟ لا تهايط. يلا الحين خل داعمينك ينفعونك القراشيع ذولي. ايه ايه ايه، لا تغلط على داعمين. ها الداعمين ما تغلط عليهم، احترم البث وثقافه البث. لا يا شيخ، الثقافه بالنادي الادبي، هنا توك توك ضحك وناسه وفله. الحكم الاول ماني منفذ لك ولا حكم، اعتذر لداعميني وانفذ. ماني معتذر، وش عندك؟ ما انت معتذر، اجل انقلع، ماني بداخل. اوف طلع يا عيال، قايل لكم يبطل اللي يتحدى عامر، وشكرا لكم. ضيفوا الداعمين يا عيال، دبل اكس والشبح الذهبي وساره، كفو يا ساره، والله انس كفو. عز الله يعزس. ها كيف يا عيال؟ الله يصح عليك، كفو كفو. يلا متابعيني كلكم ضيفوا القرد الحلو، يلا كلكم عند القرد الحلو. الحين اش حلك تروح تدعم ذي الخروف؟ هذه مسكينة وتستاهل الدعم أكثر منك. تستاهل أكثر مني؟ ها هات هات هذا التوك توك وحذفناه. أنت حرام يصير عندك توك توك، حدك فيسبوك. ما قصرتوا يا عيال، رايتكم بيضة. اش دعوة، وانا أخوك خوينا ودعمناك، بس تكفى نبغاك تدخل جولة مع قعيد. قعيد؟ من قعيد ذا؟ هذا واحد قوي في التيك توك وعنده داعمين، واي احد يخش معاه يهزمه. اما عاد ومتى يبث؟ يعني تقريبا الساعه 1 2، بس صدقني لو فزت عليه بتشتهر زياده. اجل اسمعوا يا عيال، ابى ادزه للبيت ابريح، والساعه 2 ابدخل بث، وانتم ادعموني، واذا انتهى الشحن علموني. اوكي اوكي، وانا معاهم. انت خليك مع المسكينه يا خروف. ارحبوا يا متابعيني، ارحبوا ترحيب الحياة، ارحبوا يا الشيوخ والشيخات، منورين منورين منور يا شباط هم باكله، ارحبي ارحبوا يا عيال منورين. اليوم بنستانس وبننبسط وبنهيص، ابشر والله بسعد. هلا شرها، هذه شرها، انا هذه شرها، كل نصيبه على الله، كل نصيبه على الله، تريري تريري، كل نصيبه على الله. منورين منورين يا الشيوخ، يلا حيوا، وش حالكم؟ عساكم طيبين. تبون تحديات؟ ابشر والله بسعد، ابشر والله بسعد. اوه هذه من؟ سارة، منورة يا سارة، ارحبي. دقيقة دقيقة، خليني اشغل اغنيتي، دقيقة دقيقة. منور يا سارة، منور يا الشيخة، لا لا اليوم نبي نفوز وبنستانس وبننبسط، ما دام الشيخة موجودة أبشر والله بالفوز. أنا جبت تحدي، دقيقة أنا جبت تحدي. يا جماعة في واحد ممتحني قال له عامر يبي تحداني، قولوا له قعيد ما يعرف يرسل قست، خلوه يطلبني قست هالحين، خلوه يطلبني قست، شوف ايش عنده ذا، امتحني الله يمتحنه. يلا اقبل يا القوي، أنا أوريك الحين. أنا أرسل لي قست. أنا هلا والله بقعيد. أهلين، هلا والله عامر، هلا يا أبوي، إيش عندك أنت تحداني؟ إيه أتحدى. تمام ما عندك مشكلة، بس شوف الجولة من 3 أحكام، انفست عليك طبق واحد منهم، اتفقنا؟ يما خوفتني. إيه اتفقنا، توكل على الله، ابدأ الجولة. يلا يا عيال شدوا يا عيال، إيه كفو يا عيال، بنقفل الملف من بدري. ها ما نبي جحفلة، كفو شدوا يا عيال، شدوا كبسوا كبسوا، انا وريه قوي هذا، شدوا. لا تهايط، الحين بيجيك السكور في جبهتك، بنصفك ناس. ايه كفو، منو ذا؟ كفو يا فهد، كفو. اوه سارة، لب عينك يا سارة، كفو كفو يا سارة، كفو لب عينك، لب عينك يا سارة، كفو كفو كفو. يا لب عينك يا سارة، أبوك الجحفلة، وينكم الداعمين؟ وينكم يا المحازم؟
دبل اكس شبح الذهبي يا عيال. ياسر شكوش لا يفوز علي. اوه هذا مين؟ القرد مو حلو، هذا واضح انه داعم جديد يا جماعه. ضيفوه ضيفوه ضيفوه، لب قلبك لب قلبك. اما عاد القرد مو حلو علي كفته، انا اجيك الاستراحه واتوطاك يا ورع. يلا يا قعيد ما شاء الله عليك، انت اقوى واحد بالتيك توك، قوي قوي مره. انا استاذنك تبي شيء؟ وين وين يا حبيب وين؟ نفذ حكمي بعدين اقلب وجهك وعيني لا تشوفك. اي صح نسيت نسيت، يلا عطنا احكامك. الحكم الاول تقفل يوزرك وعيني لا تشوفك. والثاني؟ الثاني تحط مكياج في وجهك تخصى وتعقب. والثالث؟ الحكم الثالث تلف في بيتكم وتصيح باقوى ما اعطاك ربي وتقول قعيد قعيد كذا، ها ها تمشي في البيت تقول قعيد 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 قعيد. نفذ يلا نفذ. قعيد يا قعيد، ابوك الحكم السهل خلاص. قعيد قعيد ابوي، انت ما تستحي، انت فشلتنا بالناس اتصارها اخر الليل، وش مالك انت؟ راح اقول لك شغل احصل لك. هذه تحديات يبا، وذا البث تستفيد منه. وش تستفيد منها؟ ما غير خسائر على الفاضي، مخسرنا البيض والفلفل وحتى البصل خدتها. يا ولد الحلال على ما قال ابوك، اذا انت فاضي راح دور لك على وظيفه. هذه وظيفتي يمه، واعتبريها عن بعد، ودخل فيها اكثر من موظفين بعد. اصبري ها، شوفي هذه 100,000 ريال دخلتها في اسبوع واحد بس. عجيب والله. هلا والله بالمتابعين، اتحداك البث البطل. من هو ذا؟ الشبح الذهبي، خلك مركز وصحصح معي ها، نبي التوب 1 يا عيال. اوكي تبون قستات؟ ابشر ابشر بعزكم. خلينا نشوف هذا من هو ذا. اقبل جولة يا عامر. شدوا يا عيال شدوا، كبسوا كبسوا، قفلوا ملفه من بدري،